ما خصوش تحرق ديك الرايه، بالعكس البلاد خصها تزيد لقدام ماشي ترجع للور وكذا. حق حقك عبر عليه من حريه التعبير ديالك، من حقك تعبر، ولكن باش تعاود تمس بالوطن لا، سلوك مرفوض من طرف هاد الشخص هذا. هذوك الناس انا اول حاجه ما كنعتبرهمش مغاربه، هذه اول حاجه. ثاني حاجه كيف ما كانت البلاد واخا تكون خايبه ما خاصهمش يديروا كيف حالك هكا الدرابو، علاش؟ حيت كلا في هاد البلاد وشرب في هاد البلاد، ما ينساش يكون واحد النهار يقول راه انا كبرت في ديك البلاد، انا كليت ماكلتها، كليت البطاطا ديالك، كليت مطيشه ديالك، كليت بزاف ديال الحوايج، الخيرات ديال بلادنا كلا منها. ماشي يجي واحد النهار نمشي انا لواحد البلاد تعطيني غير واحد شي شويه نجبد الدرابو ديالنا نحرقو، علاش؟ هذا هو السؤال اللي مطروح، علاش غادي تحرق داك الدرابو في ديك البلاد؟ زعما كطيح من القيمه ديالنا، علاش ما عطاش؟ واش هو راه ما عطاهاش؟ حتى هو ما عطاهاش، كون عطاها راه غادا تعطيه. يجي واحد النهار غادا تعطيه، لما كبرتيش وعطيتي شي قيمه لهذ البلاد هذه راه ما عمرها غادا تعطيك قيمه. انا بغيت نوصل لهم واحد الرساله اللي واضحه لهم هما براسهم، ان هو هذيك القاعده اللي داروا، هذه القضيه اللي داروا حرق الدرابو، هذاك الدرابو راه هزوا واحد النهار، كاين واحد النهار هزوا داروا فوق كتافه وراه للعالميه، يقدر يقلب في التليفون ويلقى راسو مصور مع درابو ديال المغرب بدون شعور، بلا ما يحس، مصور مع داك الدرابو اللي حرق هو بيديه. يعني هذا ادنى حاجه دارها هي حرق داك الدرابو حشومه، ما حرق درابو ديال اسرائيل، ما حرق درابو، سير حرق درابو واحد اخر اللي كيشعداو على العالم. الصراحه هذا العمل اللي داروه النوع من هذا كنعتبرهم كعصابه، فهمتي؟ لان ماشي الناس مثقفين، لو كان الناس مثقفين ما يقدرش يديروا هذا العمل همجي باش يمشي يحرقوا الرايه المغربيه، فهمتي؟ يعني هذا غير مقبول تماما. بالنسبه للحقوق يعني فلا باس الانسان تربح حقه، ولكن ماشي بهذا العمل، يعني كاين طرق اخرى اللي هي قانونيه ومشروعه.